جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا مسكن وأمامه مقبرة والجميع لهم في القدم شيء كثير، وحينئذ نصلي أحيانا في البيت ولا ندري هل يؤثر ذلك على صلاتنا، علما بأن المقبرة تبعد عن بيتنا ما يقرب من 10 أمتار. لا حرج عليكم في ذلك، ما دامت المقبرة منعزلة عن البيت وبينها وبين البيت مسافة كما ذكرت السائلة، فإن الصلاة صحيحة، إنها لا علاقة لها بالمقبرة.